السلام عليكم. Now we will start with chapter 5. طبعا chapter 5 هو 2 parts. البارت الأول بيحكي عن الـ probabilities والبارت الثاني بيحكي عن الـ random variables. هنبدأ هلأ في الـ part number 1 اللي هو الـ probabilities. Probabilities معناها الاحتمالات. طبعا في شوية definitions بالبداية، شو يعني probability، شو يعني probability experiment، شو يعني outcome، شو يعني sample space. طبعا أهم إشي بيعنينا sample space، sample space denoted by omega، هاي الإشارة معناها omega is the set of all possible outcomes of a probability experiment، يعني هي النتائج المتوقعة أو جميع النتائج المتوقعة لأي تجربة عشوائية أو تجربة إحصائية. probability experiment هي عبارة عن تجربة زي رمي حجر نار، زي أطفال في عائلة، جنس الأطفال، زي قطعة نقد هيد وتيل اللي هي صورة وكتابة، هذول هم بسميهم الإكسبيرامنتس. بدي تكملة الديفينيشنز، في عنا كمان شيء يعني إيفنت، هنتعامل مع كلمة إيفنت كتير. الإيفنت هي عبارة عن حدث، هي سبست من سامبل سبيس، وعبارة عن نتائج تختارهم من نفس السامبل سبيس اللي هي نتائج التجربة ككل، بتختار نتائج معينة بتسمى الإيفنت. والإيفنت بعض الاكزامبلز حنستخدم فيها رموز E1 E2 E3 or بعض الاكزامبلز حنستخدم فيها ABC. اي رموز بتقدر تستخدمها للايفنتس اوكي. الايفنتس هم 4 تايبس، عندي سمبل ايفنت والكومباوند ايفنت والامبوسيبل ايفنت والسيرتن ايفنت. سمبل ايفنت لما بيكون عندي الاوتكم اونلي 1، يعني لما بقول مثلا رمينا حجر نارد بدنا رقم يكون يقبل قسمي على 5، the only number that can divided by 5 اللي هو 5 نفسه، لان الحجر النارد فيه from 1 to 6، فonly number that can divided by 5 هو 5. لو حطيته كايفنت هسمي الايفنت هاي، هفتح قوسين واحط جواته only 5، this one outcome، فهاي اسمه simple event. compound event لما يكون عندي more than one outcome. impossible event لما يكون عندي no outcome، مثلا رمينا حجر نارد بدي نتيجة تكون الرقم اللي بيطلع لي اكبر من 6، طبعا more than 6 impossible لانه الحجر نارد between 1 and 6، فهذا اسمه impossible event. certain event اللي هو الاشي الاكيد، لما نقول بدنا رمينا حجر نارد وبدنا الرقم اللي بيطلع لنا يكون less than or equal 6، كلهم less than or equal 6 لانهم هو between 1 و 6، فهذا اسمه certain، يعني احنا متأكدين كل النتائج هتطلع. هذول هم الايفنتس. كمان عندنا شيء اسمه disjoint events. disjoint events معناها الحوادث المنفصلة. لما يكون عندي two events كيف نعرف ان هذول disjoint يعني منفصلين عن بعض؟ لما يكون intersection بينهم phi. هاي الإشارة اللي هي intersection اللي هي عبارة انه ما في اي common outcome between these two events. بيكون ال intersection بهالحالة phi، يعني النتيجة بتكون موجودة في E1 وفي نفس الوقت بتكون موجودة في E2، هذا مستحيل يكون موجود، يعني نتائج E1 تختلف تماما عن نتائج E2. هذولا التو ايفنتس بهالحالة بنقول عنهم disjoint events، يعني حوادث منفصلة. complement of an event، each event has a complement، يعني كل حدث له عدم وقوع الحدث، فاسمه عدم وقوع الحدث اسمه complement. والcomplement دائما إذا E بنحط له E هاش، إذا A هاش، إذا E1 E1 هاش، يعني نحط دائما شحطة فوق الـ E بسمى الـ complement. defining simple زي ما قلنا في عنا union والintersection. union هاي اسمها union بالماث، هاي اسمها intersection. بالstatistics union هاي بنسميها either or intersection بنسميها both or and. فإيش يعني E1 union E2؟ it contains all the outcomes in E1 or in E2، يعني لما بتحط الناتج لعملية اليونيان هاي بتجيب كل الاوتكمز المفتوحة في E1 بتضيف عليهم كل الاوتكمز الموجودة في E2، بصير عندي طبعا E أكبر منهم التنتين، فيها كل الاوتكمز الموجودة في التنتين، في الأولى أو في الثاني أو في البوث، يعني التنتين صح. الانترسكشن بالعكس، الانترسكشن بس بنختار من الايفنت E1 ومن الايفنت E2 الـ common outcomes only، يكون هو هذا اسمه intersection. هلأ حنتعرف على عنا حوالي 10 خصائص للـ probability اللي هي مسمى probability properties اللي هي خواص الاحتمالات. أول خاصية إنه احتمال omega is 1، probability of omega is 1، probability of phi is 0، so the probability of any event between phi and omega is between 0 and 1. probability number 4 if E1 E2 are disjoint، لنا معناها دول intersection إلهم phi، معناها probability of either E1 occurring or E2 occurring is equal to probability of E1 plus probability of E2، كل واحد لحال. probability الرابعة if E1, E2, E3 and so on are events in omega، يعني حوادث subsets من omega، then such that بحيث في شرط انه اي two events،
اي 2 ايفنتس، اي 1 مع اي 2، اي 1 مع اي 3، اي 2 مع اي 3، اي 3 مع اي 4، اي 4 مع اي كذا، كلهم الديسجوينت ديسجوينت ديسجوينت از بيرز، بيكون بهالحاله البروبابيلتي لليونيون اوف ذيس بروبابيلتيز از ايكوال تو بروبابيلتي اوف ايتش وان الون. Probability اللي وراها probability of any complement is equal to 1 minus probability of E. هذه مهمة جدا، حنستخدمها دائما في الأمثلة. Where E1, E hash is the complement of E، يعني عدم وقوع الحدث. Probability of E1 intersection E2 معناها the probability of E1 occurring and E2 does not occur، هذا معناها is he is equal to probability E1 minus probability intersection. شوفوا هاي اللي بناخدها مين عشان ما نخربط، اللي ما عليها داش بنحطها لحالها، بعدين بنحط الانترسكشن إلهم بدون داش. هون اللي ما عليها داش E2، فبصير القانون هون E2 وبعدين تنتين intersection إلهم بدون هاش. طبعا E1 و E2 مكان بعض ما بيأثر لأنه الانترسكشن تبادلي، نفس الإشي بالنسبة لليونان. أما يكون probability that E1 does not occur و E2 does not occur معناها هي 1 minus الانترسكشن يقلب الى يونيون والكومبلمنتس بيروحوا. هاي نظريه مهمه جدا، ونفس الاشي هذه في حاله اليونيون بيصير انترسكشن والشحطات التنتين بيروحوا. هذول هم الخصائص العشرة حنستخدمهم هلا في الاكزامبلز بعد ما نتعرف شو يعني probability rule. اول probability rule، first probability rule اللي هو if e is an event in omega then probability of E احتمال وقوع الحدث is equal to the number of elements in E over the number of elements أو outcomes in omega. هذا أول rule في probabilities. هلأ في مجموعة examples على هذا القانون وعلى properties اللي حكينا عنها سابقا، عندنا حوالي 8 examples هشرحهم إن شاء الله هلأ بالتفصيل. example number 1، طالب sample space يعني بده الفضاء العيني ل each of the following experiments، يعني حاطيني هون 3 experiments كل تجربة تحط لي إيش نتائجها. يعني أول example يقول لك rolling two dice، يعني ارمي حجرين نرد مع بعض أو واحد ورا الثاني، يقول لك ما هي نتائج المتوقعة لهاي التجربة، يعني بدك تكتب الفضاء العيني للتجربة، يعني جميع النتائج المتوقعة لهاي التجربة العشوائية. طبعا لما برمي two دايس حجرين نرد معناها أول نتيجة وأصغر نتيجة متوقع يطلع لي واحد وواحد، من هون واحد من هون واحد، أو واحد واثنين أو واحد ثلاثة أو واحد وأربعة أو واحد وخمسة ولا غاية ستة ستة. فعدد العناصر لو عديتهم كبيرز هدول العناصر النتائج حيطلع 36 نتيجة مختلفة. إذن هاش أوميجا is equal to 36. A family has three children، لو كان عندي عائلة فيها ثلاث أطفال إيش النتائج المتوقعة لجنس هذول الأطفال؟ جميع النتائج المحتملة، إما boy 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 girl girl boy boy وهكذا. لو صفتوهم كلهم رتبتوهم، طبعا مش ضروري الترتيب، بس لو كتبتوهم كلهم حيطلع عندي 8 different outcomes، مستحيل يطلع معي غير هذول النتائج الثمانية. rolling one die and one coin، يعني رمينا حجر نرد وفي نفس الوقت معه حجر قطعة نقد مع بعض، إيش النتائج المتوقعة حيطلع معي 12 different outcomes اللي هي إما head مع 1 أو head مع 2 أو head مع 3 and so on أو tail مع 1 و tail مع 2 لغاية tail مع 6. هذول عددهم 12. طبعا هاش أوميجا في كل كيس هاي بنحتاجها لأنه هلأ بالبروبابيليتي هي موجودة بالمقام تبع القانون اللي حكيناه في السلايد السابقة. الإكزامبل 2، write the outcomes of each of the following events for rolling two dice. يعني هلأ مش بدي أكتب أوميجا، بدي الـ events اللي هي subsets من أوميجا. طبعاً أوميجا هنكتبها في التعريف. هلأ السؤال بقولك rolling two dice، two dice مباشرة أو زي ما قلنا بالإكزامبل اللي قبله إنه أوميجا is equal to 1111111 till 66. okay، إذا هي contains 36 different outcomes. E1 الحدث الأول اللي هو subset من أوميجا، بدي the event that the sum of the two numbers observed is 6، يعني بدي تختار لي من هذول 36 نتيجة، النتيجة اللي بتأتي مجموع الرقمين 7. طبعا لو اخترتوهم لو مكتوبين عندنا 36 كاملين دورنا مين اللي بيحقق انه total sum is 7، هيطلع معي 1 و 6 و 2 و 5 و 3 و 4 و 4 و 3 و 5 و 2 و 6 و 2، هذول كلهم موجودين هون، هذول بس بيحققوا الشرط اللي احنا طلبناه في E1. فهذول هم الايفنتس. هذول طبعا هذا الايفنت E1 is subset من E2، يعني هي جزء من E2، يعني نتائجها اخترناها من أوميجا. E2 بدو الإيفنت ذات absolute difference، إنه الفرق بين الرقمين كabsolute value يعني بدون إشارة plus minus يكون الفرق 4. لو دورنا بهذول ال 36 قيمة مين اللي بتحقق الشرط، حنلاقي 1 و 5 و 2 6 و 5 1 و 6 و 2، هذول الوحدات الأربعة اللي بيكون difference between the two numbers اللي ببينه 4. E3 the event that the first number observed is less than 3، يعني أول رقم هون بيكون less than 3، ف1
و2 بس هم اللي بيحققوا الشرط انه اول نمبر حيكون يا 1 يا 2، والنمبر الثاني هون بيكون ايفن. طبعا بيكون ايفن هو 2 4 6، فاذا 1 مع 2 1 مع 4 1 مع 6 حققوا الشرطين، و2 مع 2 و2 مع 4 و2 مع 6 حققوا الشرطين. ليش ما كملنا؟ لانه اذا بدي اكمل ححط 3، 3 is less than, not less than 3، فاذا ما بتحقق الشرط فما بنكمل. الاكزامبل 3: if a and b are disjoint events in omega where probability la a is 0.0 or b 0.4, find the probability that either a or b occur. يعني احتمال b هاي معناها probability بين قوسين a either or معناها union، تجزم الكلمات or اخذناها بالسيمبلز ان معناها union b، هي probability لA plus probability B. هذا أخذناها بالproperties فوق، إنه في حالة الديسجونت اليونيون بصير plus probability A لحال probability اللي بحال، هاي عندنا وهاي عندنا بجمعهم بطلع 0.7. probability الcomplement لA intersection complement لB تفسير neither A nor B. neither A يعني ولا A ولا B، ولا A يعني complement لA و معناها الintersection، ولا B معناها complement لB. هذه بالproperties اللي أخذناها بالعشر قوانين أخذناها سابقا. تعريفها 1 minus قلنا الانترسكشن تقلب ليونيون والشحطتين بروحه، والA union B هي جوابها، فبتصير 1 minus 0.7 اللي هي 0.3. A and B occurring احتمال التنتين يحدثوا مع بعض، قلنا في الديسجوينت الـ and معناها الانترسكشن، والانترسكشن لهم phi واحتمال الphi 0. في الديسجوينت مستحيل التنتين يحدثوا مع بعض زي ما ذكرنا سابقا بتعريف الديسجوينت. Example 4: toss a coin 2 times. يعني عندك قطعة نقد ارميها مرتين ورا بعض، أو 2 coins مع بعض، أو في نفس اللحظة ارمي 2 coins مع بعض. Find the probability of getting number 1 2 heads. 2 heads أول إشي ال 2 coins بتي 4 outcomes، فا أوميجا هيها يا head و head و head و tail، أو tail و head و tail و tail. إذن عدد عناصر أوميجا هي 4. 2 heads إمتى بطلع لي 2 heads؟ معناها هاي وهاي، هذول التنتين بيحققوا الشرط، هذول التنتين بيحققوا الشرط. فمعناها لما بدي اكتب عناصر عفوا 2 هيدز هاي 2 هيدز هاي، معناها ايه تنتينز اونلي 1 اوت كم. اذا عدينا عدد العناصر هون بيطلع 1، اذا 1 اوفر 4 حسب قانون هذا، بعوض بهذا القانون 1 بالبسط و4 بالمقام. عندي 1 تيل اند 1 هيد، هذول التنتين بيحققوا 1 هيد و1 تيل، هذول التنتين من اصل 4، اذا 2 اوفر 4. at least one tail اللي سميناها طبعا الايفنت سي، الوان تيل على at least one tail هاي فيها one tail وهاي فيها one tail وهاي فيها two tails، بناخذها لانه بقول at least يعني على الاقل يعني one tail or more، فهذول 3 out of 4 اذا 3 over 4. example number 5: for all one die find the probability of getting even number. يعني عندي حجر نرد واحد رميته، ايش احتمال يطلع لي even number؟ طبعا الايفن نمبرز هيكون either 2 or 4 or 6، لانه هم الاوتكم اصلا هي الاوتكمز كلهم 1 2 3 4 5، هذه حجر النرد. الايفن منهم هي 2 4 6، هذول ثلاث من اصل 6، اذا الجواب 3 over 6. الايفنت الثاني number less than 3، بالحجر النرد less than 3 هم either 1 or 2، عددهم تنتين، تنتين من اصل 6، اذا 2 over 6. number greater than 6 طبعا مستحيل يطلع بحجر النرد عندي number greater than 6، اذا هذا impossible event واحتماله 0. example number 6: find the probability of the complement of each of the following events. هلا بدي احسب الكومبلمنت للايفنتس اللي حنذكرها بالاكزامبل. اول اكزامبل الفرع الاول فيه rolling one die، يعني رميت حجر نرد واحد، بدي الكومبلمنت انه يطلع لي number 3. طبعا النمبر 3 الكومبلمنت انه معناها either 1 or 2 or 4 or 5 or 6، اذا probability لهي الكومبلمنت هي عباره عن 5 or 6، او نقول 1 minus the probability لهاي اللي هي 1 over 6. الفرع الثاني بالإكزامبل choosing a holiday in a week، الأيام العطل في الأسبوع هي الفرايدي وساتردي، الكومبلمنت لهم اللي هي الوركينج دايز اللي هي ساندي موندي تيوزداي وينزداي ثرزداي، هذول عددهم 5 out of 7 لأنه number of days in a week is 7. 5 over 7 أو نعد هذول كم تنتين، تنتين من أصل 7 يعني 2 over 7، الكومبلمنت لهم 1 minus 2 over 7 اللي هي 5 over 7، يعني بطريقتين تقدر تحل الإكزامبل. إكزامبل نمبر 7 عندي أوميجا فيها هدول الأوتكمز، معطيني الاحتمال الأوتكم الأولى والأوتكم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة related بدون أرقام، يعني شو العلاقة اللي بينهم؟ يعني في تنتين unknown، هذه احتمالها 0.15 والثانية احتمالها كمان 0.15 والثالثة احتمالها 0.40
probability دي الرابعة احتمالها ضعف احتمال الخامسة، فهو طالب احتمال الخامسة. طبعا إذا عرفت احتمال هاي حنعرف هاي من خلال العلاقة اللي بينهم، ما أنه طبعا أوميجا probability لأوميجا is equal to 1، هاي أول شرط كتبناه في الخواص الاحتمالات، معناها probability لهدول الخمسة outcomes لازم يساوي واحد. بحط القانون probability لA plus B plus C plus D plus E is equal to 1، حط محل A probability لها وحل B ومحل C. هلأ D unknown بس في related مع الـ E، فممكن أشيل BD وأحط معها 2BE، هيها زي ما هي مكتوبة هون، plus BE زي ما هي is equal to 1. هذول لو جمعتوهم بيطلعوا 0.70، تجمعوهم 0.70 وتوديهم عند الـ 1 بيصير الـ difference 0.30، وهذول التنتين لو جمعتوهم حيطلع 3.BE. هلا حقسم البوست سايز على 3 بيطلع الـ BE is 0.10. طبعا إذا عرفت الـ BE 0.10، لو عدنا هون 0.10 multiplied by 2 بتطلع 0.20، إذا هاي 0.15، هاي 0.15، هاي 0.40، هاي 0.20 وهاي 0.10، ولو جمعتوهم تتأكدوا إنه إجابتكم صحيحة يطلع الـ total probabilities إلهم is 1. Number 8, example number 8, we have 50 persons، عندي 50 شخص ماخذين فصائل الدم الهم، فيهم 21 blood O، 22 blood type A، 5 blood type B and 2 blood type AB. لو اخترنا we choose one person randomly find the probabilities that he has. Number 1 blood of type O، هاي solution تبعها probability that blood type is O is equal to number of blood types، كم واحد blood type له O هم 21، إذن هذه هي عدد عناصر الحدث، هذه عدد عناصر أوميجا هم 50، إذن 21 over 50 very simple. Probability that blood type إلو either A or B، either or معناها union، منهم disjoint، أكيد هدول disjoint event لأنه مستحيل واحد يكون عنده two blood types في نفس جسمه، فبيكون probability الأول زائد الثاني، either probability of type A اللي هي 22 or type B اللي هي 5. بحط التنتين بجمعهم المقام مشترك 50 22 plus 5 اللي هي 27. Not of type AB يعني الشخص اللي اخترناه ما يكونش blood type له AB، معناته blood type للثانيين. فعندي طريقتين، مين اللي ضل؟ ضل 21 ضل 22 وضل 5، يا بجمعهم مع بعض طلع 48 divided by 50، او باخذ الكومبلمنت لل A، بطبق القانون زي ما هو 1 minus probability انه of type AB، type AB هم 2 من أصل 50، إذن 2 over 50 على الجهتين حيطلع 48 divided by 50. blood type neither A nor O، كلمة neither A يعني لا من فصيلة A ولا من O، شو ضل عني؟ معناها إما بده يكون من B أو من AB، فهي نفسها متكافئها، إذن هي معناها either B or AB اللي هي union. union هم disjoint زي ما قلنا، إذن مجموع الاحتمالين نحط احتمال كل واحدة ونطلع الجواب. هيك بنكون انتهينا من الجزء الأول من probabilities بالفيديو. الفيديو الثاني إن شاء الله حنكمل الجزء المتبقي من probabilities. Thank you.